مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. تمام. الحقيقة إن شاء الله هجاوبكم على سؤال مهم جدا جدا، والسؤال ده طبعا هيهم قوي الناس اللي متابعيني من قريب أو متابعيني بشكل جديد. يعني طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا في المجال بتاعي ده بقالي ما يقارب حوالي 16 سنة. تمام. فخلال ال 16 سنة دول انا مريت على اساليب كتير جدا جدا، ومش بس الاساليب القتالية، حتى كمان الرياضات الاستعراضية زادت، اللي هي فيها اللياقة البدنية العالية. طبعا بقى كان تأثرا بجاكي شان وتوني جو كده يعني. تمام. طيب عشان بقى نلخص ثم نخش على أسئلتكم المهمة بقى، يا كوتش، الحركات اللي حضرتك بتعلمها لنا للدفاع عن النفس دي هي تمثيل ولا هندي ولا ها 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 ولا مش عارف ايه؟ طيب بخصوص أولا الناس اللي بتكتب هندي وها ها ها ومش عارف ايه، الفيديو طبعا مثلا نشرت مثلا فيديو من أسبوعين وصل لحوالي اللهم صل على رسول الله وصل لحوالي 9 مليون واحد. من ال 9 مليون او ال 10 مليون، 6 مليون شاف الفيديو. فال 6 مليون اللي بيتفرجوا دول طبيعي جدا هتلاقي اللي في مجالك وفهمك والمحترم والكويس، وكذلك الفيديو برضه هيوصل للناس اللي هي مروشه، اللي هو بيقلل من شان الاخرين، اللي هو الشخص الجاهل، الشخص اللي بيغلط وبيشتم. طب يا كوتش، ده ما ممكن الشخص ده يكون كلامه صح وانت اللي بتعمله ده هندي واي كلام. حلو قوي. هنا بقى انا بعمل ايه؟ بطلب من الشخص ده انه يقابلني، مش يقابلني عشان اضربه، بقول له طب حضرتك ده رقمي وتعالى الصالة، تمام، ونتقابل واشرح لي. بعد ما اجي اخش واخد ميعاد ونتقابل، اجي بعدين اتصل بالشخص ده الاقي تليفونه مقفول، الاقي بعدين يقول لي لا لا اصل انا يا كابتن حصل لي مشوار، حصل لي ظروف وما يرضاش يقابلني. فالشخص ده لما ما يرضاش يقابلني ويواجهني رجل لرجل، يبقى انا كده شخص واثق من نفسي وعارف اللي انا بقدمه صح وبخاف ربنا وبما يرضي الله. ليه؟ لان انا لو شخص بمثل وبضحك على الناس مش هتقبل الانتقاد، مش هتقبل ان اخلي حد يجي يقابلني ويعرفني غلطي. فانا لما اجي اطلب من الكل يعرفوني غلطي وجها لوجه ويتهربوا مني ويخافوا يواجهوني، يبقى الناس دي مش تمام. طيب اللي انت بتقدمه يا كوتش ده بقى عبارة عن ايه؟ لو انا اللي بقدمه ده تمثيل، يبقى بضحك عليكم وكل اللي اتفرج على الفيديو، تمام، انا هشيل ذنبه قدام ربنا عز وجل. ولو انا بعمل الفيديو حقيقي 100%، يبقى انا الناس المتطوعين معايا دول او الناس اللي بصور معاهم الفيديو هيتصابوا، وهننفذ بقى الطعنات بجد والضرب بالعصب جد. احنا في النص بالظبط، بنعمل محاكاة للواقع اللي ممكن يحصل لك. تمام. فلو مثلنا يبقى بنضحك عليكم، ولو عملنا الحركات بجد يبقى انا والناس اللي بنصور هنتصاب، هنضرب بالازاز بجد وكل حاجه بجد. فاحنا بنعمل محاكاه، تمام، محاكاه للواقع بعقل وبرزانه علشان نفيدكم على قد ما نقدر. ها، لحد الان كده تمام زي الفل. طب يا كوتش، ليه ردك بيكون احيانا ناشف وقاسي جدا على بعض الناس؟ بصوا يا جماعه، انا شخصيا ما بعترفش بالوسطيه في الحتت دي. المحترم، الشخص المحترم والراقي جوه عيني وفوق راسي، واللي بينتقدني بشكل محترم والله العظيم بتقبل الانتقاد. لكن انك تخش تشتم وتتريق وتغلط وي 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 وي، لا، ما اسمحش بكده اطلاقا. هناك فرق شاسع بين شخصيتي واسلوبي. شخصيتي هي انا، ما تربيت عليه، اما اسلوبي فهو يعتمد على اسلوبك انت. طول ما انت انسان كويس هتلاقيني كويس معاك. طيب
ايه اللي بيميز يا كوتش اسلوبك عن باقي مدربين الدفاع عن النفس؟ اهم حاجه في اسلوبي الحمد لله انه بيعتمد على الطرق المباشره، وبيعتمد على العلم، علم انا خدته من الاخرين، وعلم انا قمت يعني او قمت يعني طورت وابتكرت. ما هو انت العلم بيجي ازاي؟ انت بتتعلم من الاخرين، لما بتتعلم يعني جامد جدا، بعدين بتتطور، بعدين بتبتكر. اسلوبي بيعتمد على حاجات كتير قوي قوي قوي، اهمها انك انت رقم واحد ما تحطش نفسك في مشاكل، تكون انسان محترم. طول ما انت انسان ما بتحطش نفسك في حوارات وفي مشاكل، فالناس هتحترمك. ليه الناس هتأذيك؟ علشان كده دايما انا قلت الانسان القوي فعلا قوي بعقله مش قوي بعضلاته. انا لما الناس تحبني وتحترمني تكون ليا كل الاعتزاز والاحترام وهكذا بأخلاقي، افضل مليون مره من ان الناس تحترمني علشان انا قوي. لان الناس لو احترمتني وانا شخص قوي، وقت ما اضعف كلهم هياكلوني. اما وقت ما اكون ضعيف والناس بتحترمني الاخلاقي، هيفضلوا يحترموني لحد يوم الممات. فعلشان كده ما نحطش نفسنا في مشاكل. بعدين بقول للناس لازم يكون عندنا ادراك موقف. ادراك يعني ايه ادراك موقف؟ اخلي بالي لو انا اتحطيت في مشكله مع اي شخص، تمام، اقف وقفه الحذر، او طول ما انا ماشي في الشارع اخلي بال على قد ما اقدر. بعدين بقول الثبات الانفعالي، اكون هادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعه، انما شديد من تملك نفسه عند الغضب. وقت الغضب انت ممكن تقتل اي حد، تعمل جريمه. فعلشان كده برضو في مقوله جميله جدا بقولها، في بعض المواقف بتحتاج مننا التجاهل، تجاهل بعض الاشخاص، تجاهل بعض المواقف، تجاهل بعض التصرفات. والتجاهل ده مش ضعف منك، التجاهل ده بيكون قوة منك على فكرة، وانت عارف انك انت لو رجعت للشخص ده هتدهسه، بس انت تجاهلت علشان الحياة تعدي. فمش كل موقف يستحق منك انك انت ايه تعاند وتضرب وهكذا، لان لو مشينا بالنظرية دي خلاص احنا بقينا في قانون الغاب. واصل لك؟ اسلوبي بيعتمد على الطرق المباشرة، ما بحبش الحركات المعقدة، وأسلوب بيميل للعلم على قد ما أقدر، وبحب جدا أكون واقعي على قد ما أقدر. ما بحبش دايما أبين لك إن الشخص اللي معايا هيفضل ثابت زي مدربين كتير، إن أنا أعمل الحركة وخلاص كده هيسيبك. لأ، بقول لك إنك أنت لما تمسك المفصل هيحاول يضربك بالإيد الأخرى، وهيحاول يقاوم معاك، وبقول لك افضل قاوم معاه. وبقول لك علشان ما يضربكش بالايد التانيه لازم تضرب على طول، لازم تقاوم على قد ما تقدر. عمري ما شرحت اطلاقا ان انت هتضربه هيسيبك من اول مره، لا، طبيعي هيقاوم معاك مره واتنين وتلاته. ما بحبش في حركات مسك السكين اللي هو امسك المفصل واعمل له التواء، لا، صعب، لانه ممكن يكون اقوى منك. انا مجرد ما قلت لك امسك المفصل ابعده عن جسمك وقاوم معاه. فانا بحب الاساليب دي على قد ما على يعني بحب الاساليب دي جدا. الناس يا كوتش اللي بتنتقدك والكلام ده كله، ازاي انت بتكمل؟ يا جماعه، افضل شيء في الدنيا اقسم بالله انك تحول النيجاتيف انرجي، تمام، تو بوزيتيف انرجي، تحول الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. وده حصل معايا وانا بحطم ارقام قياسيه، رحت المسؤولين كبار في الدوله وحاجات كتير. محدش ساعدني غير الناس البسيطه، الناس اللي على قدها. فقلت لنفسي انا هوصل اللي انا عايزه، تمام. فانا يا جماعه شخص بتقبل جدا الانتقاد، لكن بزعل لما الاقي حد يخش يقول لي اللي انت بتعمله ده هندي ومش عارف وما ينفعش، واجي اطلب منه راجل لراجل يجي يقابلني. انا مش بقول لك قابلني عشان اضربك، لا، تعالى عرفني واشرح لي، وبعدين اخد منه ميعاد واتصل بيه ويقفل تليفونه ويقفل التليفون، واجي اتصل بيه تاني، لا لا معلش يا كابتن، انا ما اعرفش اختي بتولد، واتصل بيه تاني يتهرب مني. فده بيثبت لي ان الحمد لله انا صح. انا بقولش انا صح 100%، لكن لما تنتقدني وتتهرب مني يبقى انت بتحقد عليا، انت بتكرهني مش بتحبني. عمري في حياتي ما رد على انسان رد مش تمام، عمري ما نبدا، عمري، اذا لو شخص هو مش تمام في الرد. بس يا جماعه، فعلى نياتكم ترزقون، على نيتكم ترزقون. التقنية قبل ما اشرحها بطبقها مرة واثنين وثلاثة،
وبطبقها على نفسي، واقسم بالله العلي العظيم اخر تصوير اتصورته انا جسمي من هنا تمام كان متشرح متشرح كده، يعني علامات كتير في جسمي بسبب ان انا بنفذ التقنية قبلها، بشوف التقنية دي مقدار الضرر بتاعها قد ايه والاصابات هتيجي قد ايه. حتى الشباب معايا يقول لي يا كابتن اتعورت، والله قلت لهم هنكمل تصوير برضو. فالواحد بيفضل يطبق مرة واتنين وتلاتة يشوف ايه الافضل ومش ايه الافضل. في ناس تقول لك انت بتقدم مش عارف ايه، يا جماعة الواحد لو عايز شهرة تمام وعايز فلوس كان يقدم اي حاجة تافهة سهلة جدا جدا جدا، مش هتعب نفسي انا ويلا الدفاع عن النفس وامسك المفصل واخرج اروح اصور في التجمع وفي الشيخ زايد واخرج هنا وهنا وهنا وفي الشارع وقدام الناس واتعرض احيانا لمواقف مش تمام من الشرطة وبتاع. لا، طب ما انا ممكن اكون وانا زي ما انا كده واسرق فيديوهات وافضل اعلق عليها فقط لا غير مثلا، او اعمل اي هبل اي بتنجال بيجيب اي مشاهدات وفلوس وخلاص. فسهل جدا الطريق اللي مش تمام، لكن الحياة مش كلها فلوس، الحياة مش كلها كده، يعني اخرنا متر في متر هنقابل ربنا. علشان كده في مقولة جميلة جدا انا بحبها، يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال أو بالشهرة أو بالعمر، ولكن الناس تقاس بقيمة العمل وجمال الأسلوب وطيبة القلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل القلم الرصاص تبريه العثرات حتى يفنى تماما هذا القلم ولا يبقى منه إلا جميل ما كتب. هي دي الحاجات الحقيقية اللي بتعرف منها الإنسان ده صادق ولا مش صادق. عمر الشهرة ما كان الدليل على نجاح الإنسان، معروف إن أكتر الناس المشهورة بتلاقي وراهم التفهين والأطباء والعلماء والناس اللي بنستخدم التكنولوجيا والناجحين تلاقي نادرا أو قلة اللي وراهم تمام. عمر كبر السن ما معناه إنه نجاح، او شغلك معناه انه نجاح، لكن قيمة شغلك انت بتقدم ايه، علم ينتفع بيه ولا لا، طيبة قلبك انت من انسان من جواك كويس ولا لا، جمال اسلوبك. النبي قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تخيل تكون بتتعب، واحد يخش يا ريت ينتقد اللي بتعمله ده، يشتم ويشتمك. انا عارف هتقولي يا كوتش ما تحطش في دماغك وناس ناقصة وناس مريضة، يا حبيبي انا عارف ده كله، انا بقالي 16 سنه في المجال ده ومن زمان وانا بواجه، وكتر من والناس دي كترها طول ما هما بيزيدوا عدد الناس المحبطه والكارهين دول سبحان انا نجاحي بيزيد بفضل ربنا عز وجل. قناتي على اليوتيوب بقت من اكبر القنوات في الشرق الاوسط وفي العالم لتعليم الدفاع عن النفس، وصفحتي على الفيسبوك من اكبر القنوات عالميا لمحتوى الدفاع عن النفس. حطمت الارقام القياسيه العالميه ضد ابطال عالميين كتير جدا 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 الحمد لله رب العالمين. واجهت مدربين بدون ذكر اسامي اقوياء قوي قوي استقلوا بيا في قتال الشارع، والحمد لله ولا حد فيهم عرف يعمل حاجه، ولو حد فيهم كان عارف يعمل حاجه كان نشر وكان فضحني وعمل وصور فيديوهات والكلام ده كله، لكن ما حدش عارف يعمل حاجه. الحمد لله ساعدت شباب كتير جدا انها تتخطى ازمات المخدرات، ساعدت ناس كتير جدا انها تخش الرياضه، ساعدت ناس كتير جدا انها تحطم ارقام قياسيه بفضل ربنا عز وجل. فالواحد بيخلص لربنا تمام ثم بيخلص للناس بس. فدايما يا جماعه خدوا الناس اللي بتديكوا طاقه سلبيه حولوها لطاقه ايجابيه، والله العظيم زي ما بقول لك دي الحقيقه ودي الواقع. اعمل اللي عليك، الرزق بقى ده بتاع ربنا عز وجل، كل هتلاقي ربنا فتح لك كل شيء. عمري ما توقعت ان انا يكون عندي حوالي على يعني السوشيال ميديا كلها ما يقارب ال5 مليون متابع، عمري ما توقعت ان يكون عندي اكاديميه خاصه بيا، ان انا اكون مسجل في موسوعه جينيس مع الابطال العالميين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وما توفيقي الا بالله، الحمد لله رب العالمين. بيور كل حاجه الحمد لله، بيور كل فيديو عندي الحمد لله، علم نافع معلومه تفيد الناس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. بس يا شباب دي طبعا كلها الحكايه. حبيبي حبيبي اهل العراق، بحب جدا والله اهل العراق، وبحبكم كتير جدا، وصدقوني والله المحتوى ده انا عامله
ليكم انتوا الناس اللي بتحبني وبحبها والناس اللي بتحب المحتوى بتاعي ده. حبيبي يا ابو حميد يا عسل. في ناس طبعا تتساءل انت فين يا كابتن وكده. انا بصراحة بأدي مع الأسرة تمام الأجازة وخلاص خلصنا، وان شاء الله بكرة مسافر القاهرة نازل تاني. ف شغل 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 شغل. فالواحد قال ان هو ايه حبيبي حبيبي ايه الاخبار، سلم عليا. ده انا اسف انا بسلم بالشمال، معلش انا اسف حبيبي يا بطل. ايه سمعت اللايف كله؟ أوه. تمام. طب استفدت اي حاجه؟ الحمد. حبيبي اسمك ايه بقى؟ كريم. كريم منين يا كريم؟ من القاهره. طب هتمشي امتى؟ لا لسه. ماشي حبيبي ربنا معاك، هتتبسط ان شاء الله. كريم كان مشغل اللايف وشايفه كده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب يا حبيب قلبي انا اسف ان انا ما كنتش بجاوب على اسئلتكم وانا بتكلم، انا بس كنت مركز قوي ان انا ايه اوضح لكم الامور دي كلها تمام. وان شاء الله رب العالمين باذن الله باذن الله باذن الله هرجع من الاجازه ان شاء الله باذن الله تمام. وان شاء الله في شغل جديد جاي في السكه، وهفضل كل يوم اطور من نفسي. عايز اقول لكم انا من الشخصيات للاسف ان ممكن امرض نفسيا لو ما اتعلمتش جديد، والله العظيم يا جماعه اقسم بالله لما بحس ان انا ثابت واقسم بحس ان انا مش على بعضي، ما بحسش براحه. في حد يقول لي يا كابتن انت ازاي انت كده مش تستمتع بحياتك؟ لا انا الاستمتاع بحياتي لما اتعلم واعلم غيري. دايما بحب حته ان انا لما اتعلم انقل المعلومه لغيري على طول، ما بحبش ان انا اخلي العلم ده لي انا بس. مفيش حاجه اسمها اسرار، حتى لو حد جيت مره معايا في الصاله هيستغرب ايه ده يا كوتش، ده انت اللي بتنزله في الصاله يا رب، اللي بتعلمه في الصاله موجود على النت. طب ما كده ممكن الناس ما تجيش. عادي يا حبيبي، في حد ممكن ما يكونش قادر يجي للصاله، هعلمه على النت برضو. علم الناس وما تقولش بقى ده الناس مش هتجيلي ومش هيجيلي فلوس. يا باشا الرزق بتاع ربنا، اعمل اللي عليك هتلاقي ربنا هيكرمك. امشوا بالعقليه دي والله العظيم، فالحياه مش مستاهله خالص. اي علم عندك اوعى تكتمه ان مثلا الشخص ده هياخد مكاني ويبقى افضل مني. يا عم يبقى افضل منك ليه؟ لا يا عم، حبه اكنه انت. ولما يبقى افضل منك ما هو يعلم غيره، ولما يبقى افضل منك نفسه تنافس شريف، تطور من نفسك. هي دي الحياه، ليه نفسنا ليه نعيش لنفسنا على غيرنا ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا يعني خلي عندك المبدا ده، هو افضل مني، انا لازم انا كمان اشتغل على نفسي واكون افضل منه، ولازم اعلم غيري. مفيش حاجه اسمها انا تعبت في الاسرار دي. يعني انا يا كابتن بقالي سنين بتعلم واجي في يومين ثلاثه اعرفه الاسرار؟ يا عم ليه؟ لا سهل سهل يا جدع، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. سهل الحياه على غيرك، على الاخرين ربنا يسهلها عليك والله العظيم. في الاخر هنروح ومحدش واخد منها حاجه خالص، صدقني والله. احنا كلنا نفس رايح ونفس جاي. انا سعدت جدا 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 ان انا كنت مع حضراتكم، وان شاء الله باذن الله باذن الله هبقى اعمل معاكم لايف اخر للاجابه على كل تساؤلاتكم ان شاء الله. بحبكم جدا جدا، وان شاء الله انتظروا الشغل الجديد اللي انا اصلا بعمله عشانكم انتوا. ولما بشوف تعليقاتكم الجميله دي بتديني دافع اكتر واكتر واكتر واكتر. بحبكم في الله. يلا في رعايه الله يا حبيب قلبي. السلام عليكم.